الاحترامي صح. شكرا دكتور، لاحظت. الله يبارك فيك. عشان ايه؟ عشان لا قدر الله اي ظروف يبقى معنا الفيديو يعني، مش عايز الفيديو. صحيح. طيب احنا اتكلمنا شويه عن الجزء بتاع functions. لو رجعنا كده نجيب من اول ما كنا في ماشي، احنا اتكلمنا من شويه على موضوع السكوب اوف فاريبلز صح؟ من شويه نعم. لو احنا شغالين في المثال اتكلمنا على السكوب وازاي بيتشاف وازاي بيتغير كجلوبال فاريبل او لوكال فاريبل، وعرفنا اللوكال فاريبل اللي هو جوه الفانكشن ده بنسميه لوكال فاريبل، ده السكوب بتاعه اتغير. فيكون فاريبل عام زي اسم الفانكشن او زي الفاريبلز الثانيه ممكن ايه دي بنسميها جنرال او جلوبال ايه فاريبلز، جنرال او جلوبال فاريبلز، وبالتالي بتتشاف في ايه في السيستم وبتسمع في بعض. ولذلك لما عملنا الفانكشن عملنا فاريبل بنفس الاسم رابلس الفانكشن وبقى اسم الايه؟ بقى اسم الفاريبل، فتشاف على اساس ان هو بقى قيمه يعني. تمام؟ دي كانت السكوب يعني. طيب هنتكلم عن دلوقتي الفانكشن ارجيومنتس، احنا اخذناها وحطينا كذا فانكشن ارجيومنتس، بس بصراحه في كذا موضوع تاني او اربع موضوعات مهمه وانا هزود عليهم واحده يعني خمسه. خمس حاجات مهمه جدا في الفانكشن ارجيومنتس، تمام؟ اللي هي القيمه اللي بترسل للفانكشن. خلاص؟ لما نيجي بنتكلم فانكشن بنستخدم الفورمال ارجيومنتس اللي هي العاديه اللي احنا بنشتغلها دلوقتي. اول نوع العادي اسمه الريكوايرد ارجيومنتس اللي احنا اخذناه. زي مثلا ايه الريكوايرد ارجيومنتس؟ في حاجات بنبعتها للفانكشن بالكوريكت بوزيشنال اوردر يعني بنفس الترتيب، لما اجي انادي دي ستاندرد ديفيجن بعتنا لها السم والافرج صح؟ ما ينفعش او بعت الافرج الاول وبعد كده السم. الافرج الاول هيروح للصم والصم هتروح للافرج وهتلاقي النتائج بقى انت وظروفك صح؟ ده بنسميه الريكوايرد ارجيومنتس العاديه جدا تمام؟ وبتبقى بالشكل ده زي الامثله اللي احنا اخذناها، يعني يعتبر احنا كل الامثله اللي احنا اخذناها في الريكوايرد ارجيومنتس. ولما لو تلاحظوا لما كنا عملنا صم واحده بتبعت لها ثلاثه وبعد كده صم ثانيه بتبعت لها اثنين وجينا نستخدم فاكرين؟ كنا عملنا اول صم بتبعت لها اثنين بعد كده ثاني صم بتبعت لها ثلاثه، فعملت ريبليشن الفكره اللي موجوده هي بتبعت لها ثلاثه. اول ما جيت استخدم صم بعت لها رقمين قال لي في وقت في ايه؟ قال لي في اكوايرد ارجيومنتس اسمه نام 3 ما بعتوش. كان كده كان الايرور كده على طول صح؟ صحيح. ريكوايرد ايه؟ ارجيومنتس اللي هي العاديه اللي احنا اشتغلنا عليها لغايه دلوقتي. طيب مش محتاجين عليها مثال، هي نفس الايه؟ في حاجه اسمها الكي وورد ارجيومنتس، دي بقى تديك ميزه كده صغيره يعني تمام. الكي وورد ارجيومنتس اللي هي ايه بقى؟ في كل فانكشن بنديفاين بيها بنعرف لها زي اللي فاتت دي كده بنعرف لها اسم initialization ده value لا لا تكتبش عادي، دي اسمها هنا الديفولت ارجيومنتس اللي بتتكلم عليها. لما اتكلم انا اديت اسم للارجيومنت ده اديت ده اسمه صم وده اسمه افريج صحيح تمام، وبناء عليه انا دول اسمهم الكي وورد بتاعتنا، ان انا ممكن استغل المسميات دي خلاص الايدنتيفايرز دي انا اقدر استغلها في ايه؟ قال لك هتستغلها وانت بتعمل كول للفانكشن انك ممكن تعيد ترتيب البارامترز ديت او الارجيومنتس ديت بالاسم. الديفولت ان انا لما اجي انادي ان انا ادي ستاندرد ديفيجن اقول ابعت السم وابعت الافرج، يعني انا خليني اعدل بعد اذنكم السلايد دي واحنا شغالين. ده الديفولت صح؟ ان انا اعمل كده وابعت هنا ال 50 وابعت هنا الايه؟ 18 ونص. ده الطبيعي ان انا نادي على الافرج دي الستاندرد ديفيجن دي. ده بعت لها 50 فطبعا ال 50 هتروح للسم وبعت لها 18 ونص وال 18 ونص هتروح لمين؟ الافرج صح؟ نعم. لكن انت ممكن تقوم قايل الاي في جي بتساوي 18 ونص كوما الصم بتساوي 50، فعملت اعاده ترتيب للايه؟ فهمت لانه انت اللي مثلا انت دخلت قيمه دكتور فاليو وحددت لها وين تروح الباراميتر بالضبط وين تروح حددت لها وين، فانا كده يعني بمشي بمزاجي يعني برتب اللي انا عايزه يعني. انا لو جيت اعمل كده فانا هنا كنت بعمل الافرج كنت ببعت له حاجتين الصم فاليو كذا وثلاثه صح؟
فانا ممكن اقول له ايه هو اصلا لو احنا رجعنا للافريج دي كان سمو كاونت سمو ايه سمو كاونت في السمو كاونت انا ممكن اقول له الكاونت بتساوي 3 قومة والسم بتساوي الايه السم بال والترى دي انا قلبت المرسلات بس مفيش مشكله تمام قلبتهم بس مفيش مشكله طبعا استغلت اسمائهم ده اقدر امشي باي شكل من الاشكال ده اقدر امشي باي شكل يعني في الستاندرد ديفيجن ادي الستاندرد ديفيجن كنا بنبعت السم والافرج انا ممكن اقول له والله السم بتساوي طب لو بعتهم كده خلي لي بالك والام جي بتساوي ومشيت بنفس الترتيب اللي فوق عادي برضه مفيش مشكلة انت اللي حبكتها على نفسك انك تكتب اسماء الارجمنتس خلاص بس دكتور في عندي سؤال الان يعني انا لما بدي اعمل كول للباراميتر اللي الموجوده بالفانكشن لازم اشوف الاسم بالضبط ايش موجود بالفانكشن ومفترض زي ما احنا اخذنا ان المفترض او جاي عامل كده صح نعم السم تمام ثم ايه ثم قايل مثلا ميشن او اول ايتس مثلا وجاي له الاي بي جي صح نعم صحيح اللي هو ايه افريج او سميشن مثلا يعني وهم جاي قايل الفانكشن دي this function مثلا صح؟ نعم create الـ ايه الـ standard وبطبيعه الحال بقى كده لما تيجي تستخدم الفانكشن اسمها الستاندرد ديفيجن دي تيجي تكتب كده مثلا اس تي اس دي فاليو بتساوي قلت اس تي كنترول وسبيس كده تمام طلع لي هنا الستاندرد ايه ديفيجن لو كتبت سوري كتبت ستاندرد ديفيجن زي ما هي موجوده هنا كده يعني عملت كده اول ما بقى افتح القوس بيطلع لك اصلا كلمه السم وكلمه افريج اللي هو نفس المسميات اللي انت عايزها عشان تبقى انت فاهم الاسماء كانت ايه فانا عايز تكتبهم عايز تعمل بتاع مش كده وفي نفس الوقت طبعا لو احنا حبينا لو زي ما انتم فاكرين طبعا لو حبينا نعمل برنت للستاندرد ديفيجن دوت اندرسكور اندرسكور دوت طبعا كل الايه الدوكيمنت اللي احنا عملناه ده اي اي هيتبع معانا عادي او كده جربنا خمسه ادي الايه عليك بتاعك تمام فطبعا ده الافضل يعني ان احنا نبقى مستغلين يعني لكن في كنا عايزين نتكلم على ايه؟ احنا كنا اصلا دخلنا ايه اللي دخلنا في الموضوع احنا كنا بنتكلم على عكات الترتيب دي اللي هي الكي وورد ارجمنتس صح؟ والريكوايرد ارجمنتس دي العاديه بتاعتنا يعني لو احنا جينا عشان برضه نبقى علقنا على كلمه الريكوايرد ارجمنتس لو انا جيت على الصم مثلا خلينا نرجع للصم اللي احنا كنا عاملينها سي دي احنا دي خلاص عملنا التعريض ده قبل كده التعريض ده موجود في المثال اللي فات لو جيت قلت اكس بقى هنا وبعت له اثنين كده اثنين بس ما بعتلوش الثالث بس في خمسه انا دخل رقم الاولاني قلت له 20 30 40 قال لي ايه؟ طيب ايرو قال لي سم ميسنج 1 ريكوايرد بوزيشنال ارجمنت اسمه ان 1 ده المسمى بتاع صح اللي هو سميناه ريكوايرد وقلنا واحنا بنشرح كله بيصير في البوزيشنال بتاعته
اللي هو بنسميه برضو ايه؟ اهي لازم الفانكشن في ايه؟ الكوريكت بوزيشنال اوردر بتاعها. تمام؟ دي كده بالنسبه للايه؟ للاول موضوعين في الارجمنتس. فانا هسيب ده كده واوقف لكم الامر ده عشان تمام؟ دي كده بالنسبه لاول تايبس من الايه؟ من الارجمنتس. تعالى بقى ايه الكيورد الديفولت ارجمنت ده مهم وصعب بنستخدمه. ايه هو الديفولت ارجمنت؟ ان احنا بنحط ديفولت فاليو. ولما حطينا ديفولت فاليو بقى اسمه اوبشنال. بقى ايه؟ اتحول الى ايه؟ الى اوبشنال. لما احنا حطينا ليه بقى اوبشنال؟ لانك انت بقيت ممكن تبعته ولو ما بعتوش هنحسب القيمه الديفولت. ولو ما بعتوش بقت القيمه الايه؟ الديفولت. يعني تعال ناخد مثال على طول عليها. على نفس المثال ده بقى نحدث فيه الافكار دي. تعالى لو جينا على الافرج ده مثلا السم والكاونت وبالتالي الديفولت ديفولت واحد مثلا. يعني لو انت ما بعتش كاونت فالكاونت هتحسب كام؟ واحد. دي الديفولت بتاعته. تبع في حد كان عايز يسال حاجه؟ لا انا كنت برد بس اللي هو هتبعت واحد. لو جينا بقى قلنا الاي في جي الديفولت عندك دلوقتي طبعا الاي في جي اللي هو كنا بعت له الكاونت بثلاثه والصم ده شغال هو هي بس انت خلاص بعت له قيمه الكاونت وبعت له قيمه الايه؟ الصم وبناء عليه بقى عنده القيمه الجديده للكاونت فياخد القيمه الجديده فياخد القيمه الايه؟ الجديده. لكن هنا انا هقول له الاي في جي وتبعت له الصم فاليو. طبعا الافرج هيرجع كام؟ وهيقبلها الاول. يعني قبل ان انا ابعت ايه؟ وان ارجمنت. ولذلك انا سميته اوبشنال. يعني انا وبعمل كل انا وبنادي بقى اوبشنال بالنسبه لي اختياري ابعته ما ابعتوش. تمام؟ فلو جيت دلوقتي قلت اف 5 هو احنا ما طبعناش سوري احنا اصلا يعني حسبنا بس ما طبعناش صح؟ تعالى نطبع برنت اي بي جي ويز ديفولت نطلع معانا طبعا لازم نطلع نفس الرقم بتاع السم طبعا صح ولا ايه؟ ان اي حاجه على الواحد بنفس الرقم اي حاجه على الواحد بنفس الايه؟ الرقم وكده عملنا كده تاني قلنا له كده 20 30 40 الافرج بالديفولت جاب كام؟ 90 ما هو 40 و20 قال 60 وال30 عملك 90 فجاب لك نفس الرقم بتاع السم وادي السم ب 90 بشكلين والافرج هنا بقى اللي هو السليم جاب 30 لان ده كان الايه؟ على ال 3 صح؟ 90 على 3 ب 30 تمام؟ فدي ايه الديفولت؟ الديفولت مهم جدا وبيستخدم عندنا بشكل سموث اكتر كمان من حكايه ترتيب المسميات بتاعت اللي هي كي وورد ارجمنتس لا احنا بنستخدم الاوبشنال ارجمنتس دي بالنسبه لنا طبيعيه جدا وبنستغلها كتير طبيعيه جدا وبنستغلها ايه؟ بنستغلها كتير لان مفيده يعني باختصار مفيد طيب عرفنا الديفولت او الاوبشنال ارجمنتس ولا في اسئله؟ لا واضح طبعا دي كلها شويه امكانيات يعني هي احنا في الفانكشن ما غيرناش بس بنزود شويه امكانيات ممكن تقدر تلعب بيها هنا بقى لك شغل بقى شويه اعلى من الاول هنا بقى فاريبل لينث ارجمنتس الفاريبل لينث ارجمنتس باختصار انك تبعت لسته كامله بيقول لك يو مي نيد تو بروسيس ا فانكشن فور مور ارجمنتس ذان ايه يو سبيسيفاي يعني انت ممكن عايز تبعت قيم غير نهائيه ف هقعد بقى اعرف بقى مثلا زي الصم كده انا عملت ايه بالصم استغبيت يعني انت لو بصيت المثال اللي احنا عاملينه ده على فكره الستاندرد ديفيجن محترم الفانكشن بتاع الستاندرد ديفيجن محترم والفانكشن بتاع السي بي محترم
والفانكشن بتاعت الافرج محترمه، الفانكشن بتاعت الصم مش محترمه. ليه؟ ليه؟ الصم بتجمع ثلاث ارقام بس. نعم. يعني ما تنفعش معانا في رقمين، ما ينفعش معانا في اربعه، ما ينفعش معانا في خمسه. الفكره بتاع الصم غير كده. الفكره بتاع الصم عندك اي ارقام تجمع ولا ايه؟ نعم. لكن الفكره بتاعت الافرج بتديني الصم وبتديني الكاونت. اه ده كلام زعلان. الستاندرد ديفيجن فكرتها انك بتبعت لي الصم والافرج وتحسب لك، ما عنديش مشكله. السي بي ما عنديش مشكله. لكن الصم فكرتها فيها مشكله، انت كده عامل صم زي ما بيقولوا صم مكثف يعني. ممكن تسميها صم بي ام حلو. يعني فكره اسمها اجمع ثلاث ارقام، هي فعلا ده اسمها. صح؟ طيب. نعم. الفكره بقى دي هتدينا بقى انطلاقه جامده. انا بقى عايز اخليه يبعت ثلاثه، يبعت اثنين، يبعت خمسه، يبعت 10. دي امكانيه مهمه واحنا شايفين ولامسينها اهو، صح ولا لا؟ قال لك عشان تعمل لي بقى ارجيومنتس نيمد اسماء ارجيومنتس وتحط لي 50 اسم، فانت تحط لهم ديفولت فاليو. كلام مش منطقي، مش هتعرف تشتغل، مش هتعرف تشتغل. وبعدين ديفولت فاليو هتعتبر قيمه، فانت مش عارف هو بعت نفس القيمه ولا استغل الاوبشن، مش هتعرف تظبط. تمام؟ فبيقول الفاريبل لينكس ارجيومنت ار نوت نيمد، يعني احنا ما بنسميهاش، مش بنقعد نسمي اسم واسم. غير خالص الريكوايرد وغير خالص الديفولت. وبنعرفها بنحط استريسك في الاول، النجمه قبل اسم الفاريبل. قبل اسم الفاريبل بحط ايه؟ بحط نجمة. اول معايا الى تابل، تمام؟ ليست تابل. شكلها بيبقى عامل ازاي؟ ديف سم. لو في فورمال ارجمنتس، يعني لو انت عايز تحط ارجمنتس ثانيه قبل كده حط. طبعا المفروض هنا ديف، وهنا بدل كده سم بقى احط الاسم اللي انا عايزه، بس انا قلت ايه؟ ممكن يبقى في فورمال ارجمنتس. انا معلش افتكرت معلومه قبل ما اكمل الحته دي عشان ليها نسال متعلقه بالديفولت والاوبشنال ارجمنتس. هو ينفع احط الديفولت والاوبشنال ارجمنتس احطها في الاول او في الاخر او في النص او كده ترتيب يعني. يعني اقدر اقول كاونت بتساوي 2 كوما صم كده؟ ممكن، ليش لا؟ لا اقول لك ليش لا؟ ليش لا؟ ليش بقى؟ لانك انت لو حطيت كاونت بتساوي 2 قبل صم وجيت قلت افريج وانت فاتح انت حط 20، ال 20 دي هتبقى للصم ولا للكاونت؟ هتكون للصم. هتعمل كونفليكت. نعم. هتخلي المفهوم مقلوب. لان ال 20 مبعوثه على طول على الكاونت. صح. بس انت تقصد بيها مين؟ تقصد بيها الصم. فمش من المفضل خالص ان احنا نحط الاوبشنال او الديفولت بارامتر او بارامتر في الاول، لا كلهم يجوا في الاخر. كلهم اه ليه؟ افترضنا في اكتر من واحد. تعالى بقى تخيل بقى العكس. لو انا مثلا الافرج ده ثلاث حاجات، حطيت الاولاني اوبشنال والثالث ريكوايرد، الثاني ريكوايرد والثالث اوبشنال، قول لي بقى وحياتك انت هتعمل ايه؟ ضربوا ببعض، ضربوا طبعا كلهم خربت ومش هتشتغل. لانك ولا الكومبايلر هيفهم يعمل ايه، او الانتربريتر مش هيفهم يعمل ايه. ليه؟ طب بعت الاول وبعت الثاني، طب انت نيتك ايه يا لبناني؟ انك تبعت الاول والثاني ولا قصدك تبعت للثاني والثالث؟ ما انت بعت اثنين، والاثنين عندي انا عندي اثنين اوبشنال وواحد في النص هو اللي هو الريكوايرد. ضربت منه، هو مش هيفهم انت عايز تقصد ايه. ولذلك لازم يجوا كلهم في الاخر. ليه بقى؟ لما يجوا في الاخر تبقى سليم. الاول هو الريكوايرد، انتهى الكلام. فانت اول كوما بتبعتها بتبعتها للريكوايرد. كوما بعت واحد قيمه ثانيه يبقى هو فهم انك بتكلم مين؟ الثاني. الترتيب. طب بعت ثلاثه يبقى فهم انك بعت الثاني، بعت للثاني. طب بعت اربعه يبقى بعت للريكوايرد والثاني والثالث والرابع. والباقي لو في باقي الباقي يبقى اوبشنال. فبعته يبقى اخلاق وهكذا. كده بالنسبه له عمليه ايه؟ حتى لو وضحت ولا طلعت ها؟ اه وضحت بقى. ولا اديها مثال؟ ماشي مثال افضل.
انا كنت عايز اظبط ده بس يعني ايه نرجع له بعدين. تعالى ايه اللي هو خليك في 95، انا بس هدي مثال 96 كده على الحته بتاعت ان احنا عايزين بس نتست كده فانكشن بسيطه سبب كل الكلام ده. لو انا جيت عملت الان او 1 كوميتا ديفولت والان او 3 عملت كوميتا ديفولت 3 واللي في النص هو اللي بقى ايه؟ بقى ريكوايرد صح؟ طبعا انا اول ما اشتغلت قال انا عندي مشكله، قال لي ما فيش حاجه اسمها مش ديفولت نون ديفولت، يعني اي حاجه غير الديفولت بقى، اي حاجه غير الايه؟ الديفولت. ويجي بعديها وقبليها او ما ينفعش معلش نون ديفولت، يعني اي حاجه غير الايه؟ ديفولت، زي اللي هي الريكوايرد، زي اللي هي الايه؟ الريكوايرد. ما ينفعش تبقى بعد الديفولت على طول كده قولا واحدا، لازم الديفولت يكون يجي في الاخر، لازم الديفولت يكون يجي في الايه؟ يعني من الاول بس كده ان اقول له شغل، لا سنتكس ايرور، انا كده مش هفهم، كده مش هفهم لان انت شكلت لي وانا مش هعرف. طبعا نفس الكلام لو انت عملت كده، يعني لو انت ده شكل وده برضه غلط، انت عملت كده وده برضه غلط، حطيت برضه الثاني احفظ برضه قال لي برضه مش همشيك برضه غلط. لو حطيت الفانكشن دي قبل دي وده ران برضه غلط، قال لي برضه ما ينفعش تحط الاوبشنال او الديفولت قبل، ما ينفعش. ليه؟ هو بقى عنده مشكله، هو ما بقاش عارف هيترتبه ازاي، لازم كله يجي في الاخر. طيب تعال نعمل كده، انت جاي يا عم كده خليك ده الريكوايرد ودول كده ماشي. واقف طبعا ترى واقف طبعا الايه وقفت دول ماشي، وقفت دول خالص عشان طبعا دول ايرور، دول مش هيعدوا. طب دول والله انت حطيت اثنين في الاخر مش عندي. بقى عندي كام بقى قيمه هنا بقى؟ بص الاشكال فوت عندي الصمت بعت له 5 هيطلع نتيجه كام؟ 15 20 20 هو اللي ما دي ب 2 ودي ب 3 ما هيجمع بقى 15 لان ال 15 تسقط في مين؟ في ان او 1 ودول ب 5 يبقى كله ايه 20 ده اللي احنا متوقعينه تمام؟ وممكن تعمل كده يبقى 15 تسقط ال ان او 1 وال 5 تسقط لمين؟ 2 ان او 2 ولان او 3 يبقى ب 3 يبقى كله كام؟ 23 كله كام؟ 23. وهنا تقدر تعمل كده كده طلع لي كام؟ 25 15 تسقط لان او 1 ال 5 تسقط لان او 2 25 لان او 3 فيعمل لي 25 وده بنسميه احنا برضه ده ينفع يتسمى حاجه اسمها الاوفر لودنج يعني اكتر من شكل تمام؟ اكتر من شكل لنفس الفانكشن اكنك عامل ثلاثه فانكشن بس هما فانكشن واحده، واحده بتاخد واحد باراميتر والثانيه بتاخد اثنين واحده بتاخد ثلاثه صح؟ وانا جربت كده دكتور هاي اوفرلودنج بالنتيجه اوفرلودنج ايه؟ يعني قصدي بالنتيجه لو خليت مثلا عملت تو فانكشن زي المثال الاول يعني سام سام وهذا القصد يعني كيف بدك تعمل اوفرلودنج؟ الاوفرلودنج يعني تعمل ديفولت الاوفرلودنج انك تقدر تستخدم الفانكشن باكثر من شكل بس نفس الاسم نعم صحيح بس يعني تعتبر اوفرلودنج في الاخر انت اكنك عملت فانكشن اسمها سام بتاخد 1 ارجم وفانكشن اسمها سام بتاخد 2 وفانكشن اسمها سام بتاخد 3 كانك عملت نفس الفكره بس عملتهم بايه؟ من خلال الديفولت ايه؟ ديفولت تمام؟ انا فاهم طبعا كنا نعمل مثلا دكتور في بعض اللغات مثلا زي السي شارب كنا نعمل مثلا صم مثلا مثلا خلينا نحكي اثنين مثال عملناه ما اشتغلش احنا قلنا بالنسبه لنا هنا في البايثون ما بيشتغلش
هاي اللي هيك بهالطريقه اللي هي بتعمل سم تساوي واحد واثنين انه 1 وانه 2 ترجع تعمل ديفاين ثاني سم واحد واثنين وثلاثه فتبقى قايل لك لا انت خلاص انا بليست. نعم نعم بس واضح تمام. فهمنا الحته دي مهمه يعني الترتيب دي مهم فكره الترتيب والاوبشن كل اوبشن بيجي في الاخر او الديفولت يعني. كنا بنشرح حاجه ثانيه بقى معلش انا غلطتكم في الحته دي شويه كنا بنتكلم على الفاريبل لينس صح؟ اللي هي دي خلينا برضه نقول الفاريبل لينس ناخدها كمثال كده منفصل مش مشكله عشان يكون بسط لنا 97 هنا اهو الفانكشن دي عيبها ان انا محدد برضه تعالى بقى لو قلت ايه؟ نمس قلت نمس وحطيت قدامها استرس بقى معناها انك ممكن تبعت حاجات كتير اي قيم يعني لو جيت عملت برنت النمس دي اوريك شكلها وهعمل لك كمان برنت التايب اوف نمز خد بالكم دي حاجه مهمه يعني دي اللي انا هعمل برضه دي مستغله قوي يعني دي بتفيدنا كتير دي بتفيدنا كتير وخلي دي زي ما هي وخلي دي زي ما هي مره بنادينا على الصم ب 15 ومره بنادينا على الصم ب 15 طبعا البرنت مش هتعمل برنت طبعا مفيش ريتيرن هنا مفيش ريتيرن صح؟ نعم ما فيش لسه ما عملناش عمليه الجمع هوريها لكم كمان شويه بس هتطلع ثلاثة نون مفيش مشكلة انتوا فاهمين ليه بتطلع نون مفيش ريتيرن ما ترجعش حاجة لو جيت عملت كنترول اس خمسة قال لي ايه؟ لما ناديت ب 15 كلاس كان نوعه ايه؟ طب تمام طب طبعا نون عشان كنت 15 والخمسة اشتغل طب ب 15 5 و5 اشتغل صح؟ ولو قلت له 15 25 30 98 قلت لك لا ابعت له انت عايز تبعت مني فبقى هنا الارجمنتس مالها زي ما انت حابب بقى مش قضيتي خدت بالك من القضيه دي دي خطيرة طبعا تفتح لك شغل ايه؟ شغل ياما انا خلاص ما كنتش بقى اقعد بسمي انا بقى بقيت اعمل حاجة اسمها اللي هي الطابل دي وبالتالي طبعا بقى انا عايزها بقى واشتغل عليها صح كده؟ نعم. بناء عليه كل ما ابعت بقى ايا كانت القيم قيمة واحدة قيمتين ثلاث قيم سبعة 10 20 ما بقولش كلهم مرة واحدة دون ما تقعد تتعب نفسك بالمسميات. طب دكتور هذه يعني ممكن تنعمل يعني بالسترينج كمان؟ حط ستارت بس عادي اوتوماتيك اصلا لوحده شغال لانك يعني بتاخده كاريري بس هي عادي مش مشكله يعني لو جيت انا مثلا عملت ايه؟ المثال هنا بس ما بيخدمش بس كفكره ماشي؟ عشان كده تصمح طبعا النصوص دي غباء مننا بس يعني شغال فانا ممكن اقول له ايه مثلا رامي كوبا واحمد صح كده مش ده تقصده؟ نعم نعم فمش مشكله تاخد رامي واحمد والاثنين طبل برضه يشتغل عادي لو انت عايز تشتغل ماشي؟ ماشي واضح حلو انا بس واقفها لان عشان طبعا احنا عايزين نعمل حاجه عمليه رقميه. ما في داعي. لا عايزين بس نعمل ايه؟ نخليها صم. نجمع بقى عايزين نجمع القيم فاحنا ممكن ببساطه بقى نعمل ايه؟ ريتير. نعم؟ نعمل ريتير. نعمل بقى الاول فور عشان نعرف القيم. نعم. صح؟ واقول له ايه؟ او ام نمز. صح؟ ده هنا عامل مثلا سم نمبر هنساويه مثلا بالصفر الاول صح؟ تقول بقى ايه سم نمبرز دي بتساوي او زائد بتساوي ايه؟ نعم
يبدا يجمع يجمع، بعد ما يجمع ويخلص اقول له ريتيرن مين؟ السم نمبر اللي احنا جمعناه. المثال بتاعنا بعيد عن ان احنا بنطبع هنا الكلام ده، هيعمل صم لاي حاجه لاي ارقام هتروح صح؟ وبالتالي هنا البرنتات اللي كانت نمط دي هتشتغل بقى. اشتغل احنا عملنا الايه؟ عملنا لوب خلاص بقى، اجمع بقى اللي انت عايز تجمعه رقمين 3 4 10 20. طبعا لما تعمل دي على نفس المثال اللي احنا كنا عاملينه، المثال هيبقى ليه قوه جامده. يجمع لمن زي ما انت عايز وتحط التايب زي ما انت عايز والافرج يظبط كله يظبط طبعا. بس مش لازم نعمل انبوت دكتور. ماشي، ما يعمل ايه انبوت، يعمل لوب. اتعلمنا اللوب اللي هو ما بينتهيش لغايه ما هو يقول له وقف صح؟ وعيش بقى. فانا كده هو بالنسبه لي بقى عندي ال 15 جامعه 15، عندي 15 و5 جامعه 20، 15 و5 و5 جامعه 25، الارقام الكتيره دي جامعه 273، الارقام الكتيره طبعا جامعه 379 كل شكل صح؟ يعني ممكن مثلا بنفس الاسلوب انت مثلا عايز تاخد اي ارقام اي عدد من المستخدم مثلا، اما دي حاجه دايما بنستخدمها صح؟ فممكن معانا ديفاين فانكشن اسمها مثلا ايه؟ انبوت او انبوتس، عندنا فانكشن اسمها انبوتس بعدين صح؟ احنا نقلب فانكشن جديده اسمها انبوتس، وبالتالي بتاخد قيم كتير صح؟ نعم. وممكن نخليها ريتيرن اللي هي تابل او ليست، يجمعهم في ليست ويبعتهم او اي حاجه. بقت فانكشن منفصله تمام، بتاخد بقى قيم زي ما انت هي اسمها انبوتس وبس، واشتري دماغي من التفاصيل. ما لو كان مش كان عندهم فانكشن اسمها انبوت، ممكن نقول له بس ابعت ابعت البس انبوتس وبليز انتر نمبر او اي حاجه صح؟ صح. فانا ممكن اقول له ابعت المسج، وبعد كده نبدا نعمل احنا بقى الواي بتاعتها اللي بتشتغل. تمام؟ انا اقول له واي ترو دي داخل جوه وعامل له انبوت مش هياخد له ايه؟ او كل شيء طبعا طبعا دي بقى الرقم لوحده ونص لوحده هنظبط ليه صح؟ احنا شغال على الرقم. مثلا هعمل ليست دي اللي هجمع فيها كل قيم اليوزر عمال يدخلها. كنت هعمل له ايه ليست؟ بنت او بلاش عدد مش دعوه، اقول له انت بقى كذا 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 دي هخليها خلال ايه؟ بس صح عليه تمام. بس بقى هذا الموضوع المسج اللي طبعا انا ممكن ازود على المسج في اقول له ايه؟ بورت سالب 1 صح؟ 2 اكزيت صح كده ولا ايه؟ نعم. نديله الاسلوب اللي هو يخرج بيه سالب 1 واكزيت، يعني المسج اللي هو عايزها ويبقى فيها او سالب 1 اعمل كده وهكذا وهكذا وهكذا. وانا اقول له ايه؟ ليست عايز اعرف اخر قدره الليست. انا بعمل ابند بالنسبه لي ما اعرفش هو واقف فين ماشي ليست اوف انا مش عارف الرقم. طب فاكرين ان لين الليست بيديني عدد العناصر في الليست صح؟ نعم واحد ده اخر اندكس، لان لو هما خمسه في الليست لين جايب لي خمسه يبقى صفر واحد اثنين ثلاثه اربعه، يبقى اخر واحد رقم كام؟ اربعه. يبقى لين بتجيب لي العدد، طب انا هنقص واحد عشان يبقى انا شغال اندكس، انا كاني بقول له ايه؟ ليست اه شفت اخر واحد، يبقى اخر واحد انا مش عارفه، يبقى اللين للليست ناقص واحد، لان اللين عدد وانا ناقص واحد عشان ابقى شغال اندكس.
يبقى كده بتكلم على اخر واحد دايما، اخر واحد موجود عندي في الليست. لو كان بيساوي سالب واحد ان انا باخد ماستر، احط سالب واحد في الدوكيومنتيشن صح؟ مش فاكر الليست كده نص ما عنديش فلوس. الحاله دي هقول له ايه؟ عايز اروح كذا حاجه، عايز اخلي اخر ابندايه اللي هي دخلت فيها السالب واحد تتشال صح؟ اخر ابندايه اخر اضافه تتكتب من سالب واحد عايز ايه؟ حصل لها بوب، يبقى انا هقول له ليست بوب ايه؟ بوب بوب هتشيل لي اخر واحده، لان اخر واحده فعليا انا مش عايزها ماينس 1 هي ايه؟ اخر واحده ما بدناش اياها لانه لانه يكون ماينس 1. طيب في نفس الوقت مش عايز بريك، مش عايز بريك بس، انا عايز كمان بريك وريتيرن، لان احنا عارفين الريتيرن بتعمل بريك وبتعمل ايه؟ بترجع خبره. في الحاله دي اقول له ريتيرن مين؟ الليست. لما اعمل ريتيرن الليست مش اللوب بس اللي بتقف، الفانكشن كلها بت ايه؟ بتطلع بتقف كلها، برجع برجع فاليو وبوقف كله بيقف تمام. الحاله دي بقى كنت عايز دي كده بعد انا عشان المثال ده مش عايز ابوظه، خليه لكم برضه لوحده. خليها في المثال ده عشان كده هغير الشغل بتاعه. انا مش عايز اعمل كده، انا عايز اخد من اليوزر، انا عايز اخد من اليوزر القيم واشتري تاني صح؟ عشان اعمل دي انا عايز اقرا من اليوزر دلوقتي، وقت ما احب اقرا من اليوزر ازاي؟ وقت ما احب اجمع الارقام اهي صح؟ تعالى نشوف المشاكل واللي هيحصل معانا ايه. انا في الاخر اقول له اكس بتساوي، فانا بقول له انبوت يعني ايه؟ اقول له انبوتس وخلاص. قال لي اديني الباسيف، قلت له انتر نمبر اخر رقم خلاص. الاكس دي بالنسبه لي بقت الليست. هو قايل له برنت ها هنرجع على الصم وابعت له الايه؟ الاكس. شوف بقى البرنامج بقى عامل ازاي صح؟ تعال نشوف لو في اخطاء ولا حاجه هنظبطها. كل اسم خمسه قال لي انتر نمبر او سالب واحد كويس. نصر بس المسج يكون كده وبتطلع عشان قلت له ماشي 18 قال لي ماشي 19 قال لي ماشي 20 قال لي ماشي 30 ما عندوش مشكله 40 وقت ما زهق بقى ماشي كده نظام مفتوح. بس هاجي عند اخر واحده بقول له ايه؟ سالب واحد. يبقى الاكس هتبقى شيلها من 18 لل 50. قال لي في مشكله بس اتبعت بس الطبل الطبل جاي لك ايه؟ سترينج الليست. طبل هو بقى نوع قيمه واحده داخله جوه الطبل فخ وهي ليست. قيمه واحده داخله جوه الطبل وهي ايه؟ ليست. هو مش فاهم